كم واحد وهو ماشي في شارع مثلا كورنيش، كوبري، شارع متسع شوية، يلاقي فجأة عربيات بتجري حواليه وموتوسيكلات وفيسبات ومش عارف ايه وحاجات زي كده، ويقعدوا ياكلوا في غرز، كارثية جنونية مخيفة، سواء اذا كان بالعربية ولا بالموتوسيكل. وممكن كمان تجد ما هو افظع واشنع ودمه تقيل، انك تجد عيال سايقين العربية وجايين في وسط الطريق ويقرر يهدي، وبعدين يفتحوا الابواب الاربعة، وبعدين يقعدوا يميلوا ويلمسوا في الاسفلت، او فجأة يروحوا واقفين ويقعدوا يرقصوا في وسط الشارع ويوقفوا الشارع كله وراهم، وكأنه الناس فاضية يعني، وكأنه كل الناس اللي وراهم ورا الزفة دي الناس فاضية، وراناش حاجة، لا ورانا أشغال، ولا مثلا في حد عاوز عيان ومحتاج يتعالج، ولا في حد عاوز يروح مستشفى، ولا في حد عاوز يجيب دواء، ولا إنه في أمر طارئ وفي حد عاوز يلحق مشواره. وأنا أنظر إليها وكأنها حالة من حالات استعراض القوة بفرض الأمر الواقع، لأنه أنا مرة شفت صدفة إن في أحد الناس سائق العربية، وطبعا حصلت هذا الشكل من أشكال الزفات السخيفة ثقيلة الظل عديمة المسؤولية شديدة الخطورة. فأحد الناس سايقين العربيات راح نازل فبيقول لهم إيه اللي أنتوا بتعملوه ده، وافتح ومش كده وإحنا متعطلين. لا أنا ما أقولكش على المشهد بقى، خناقة، وهجموا على الراجل، شباب بقى كتير، وهجموا على الراجل ووقفوا الموتوسيكلات ونزلوا عاوزين يضربوا الراجل، ونزل تلات أرباع الشارع علشان نحوش ونخلص ونزق العيال بعيد، وحدوتة يعني، لحد وجات الشرطة تقريبا في حوالي 4 أو 5 دقائق بس. في الأربع خمس دقائق دول أو حتى الثلاث دقائق، غير أنك أنت شفت مشهد شديد الخطورة، عشان بس تبقى فاهم لحسن يظن برضو اللي عامل الحركة دي أنه كده إيه، لا ده ما يقدروش يقربوا لنا. وخلي بالك أنا بظن أنه هو شكل من أشكال استعراض القوة، اللي هو إيه، هو كادة وبالعافية، في هنا حاجة في الذهن مش مظبوطة. طيب قلت لك في آخر الجملة إيه، غير إنها سخيفة وثقيلة الظل وعديمة المسؤولية، هي شديدة الخطورة. هي مش بس هتؤدي الحوادث، هي هتؤدي الوفاة، وده اللي حصل مع العروسة بتاعت المنصورية. اتعملت زفة بهذا الشكل، الله يرحمها البنت، الله يرحمها، الله يرحمها، الله يرحمها، راحت. راحت. مين اللي هيعوض ابوها وامها وعيلتها واخواتها؟ مفيش. راحت. كوارث. النوع ده من الزفات اللي يعمله لازم يتسجن بصراحه. مجرد المحاوله انك تعمل زف وانت بتظن ان انت فرحان، اللي انا افهمه ان الفرحه هي ان احنا بنعمل فرح، واعمل زفة وهيص وغنى وطبل وزمر ومزازيك وكل اللي انت عايزه في الفرح. فرح بقى ده يطلع الصوان اللي بقى بيسموه سرادق، انا اسمه انا عارفه اسمه صوان، مهم يعني يطلع على السطح، يطلع في بير السلم، يطلع زي ما يطلع، مش مهم، المهم الناس تفرح، بس بالاصول. خليني هنا اخد معانا دكتور حسن سند، عميد كليه الحقوق بجامعه المنيا. اهلا بيك يا دكتور حسن. اهلا سعاده الباشا، اهلا وسهلا بيك. ازاي الصحه، ايه الاحوال؟ الحمد لله. يا رب الحمد لله دايما. النوع ده من الزفة، النوع ده من الفرحة دكتور، أنا أعتقد بالتأكيد أنه غير مسموح به قانونيا، ولكن إيه عقوبة النوع ده من الزفات، والنوع ده من لو صح التعبير من وجهة نظر اللي بيقوموا بيها، إحنا فرحانين وبننبسط؟ أولا أهلا وسهلا بسيادتك والسادة المشاهدين، وطبعا انت يعني افضت جدا واصبت عين الحقيقه في ان هو نوع من الانفلات حتى السلوكي والاخلاقي، اكثر منه انفلات عن يعني حبكه القانون، لانه للاسف الشديد هو سلوك منحرف ومعوج وارعن واخرق، قل فيه ما شئت، انما هو طبعا مجرم يعني من الالف باء القانون، قانون العقوبات، انه اي فعل يعرض حياه الناس للخطر هو جريمة. قطع نهر الطريق على العامة جريمة. إثارة الضوضاء جريمة. إثارة الفزع والخوف جريمة.
تعطيل مثلا المواكب الإسعاف والمستشفيات والشرطة والناس، وربما حد رايح امتحان ولا قطر ولا كل ده، أو حتى مسافر بره. كل هذه جرائم يعني لم تكن موجودة في الفترة الماضية وفي سنوات مصر الأولى، والناس كانت بتنتظر حتى لو في مشكلة في الشارع، مثلا حد توفي الناس بتلغي أفراحها وتفرح في حدود أنه لا نفرح عندما يكون الآخر حزينا أو متألما أو جريحا. الآن لا أحد يفكر في الآخر، أنا ماشي في الطريق، حتى الفرح في قاعات الأفراح مباح، إنما أن يكون الفرح في نهر الطريق بهذه الصورة المعوجة المنحرفة، وتتمايل المواكب يمنة ويسرة بحركات يعني فيها نوع من الرعب والفزع، وتثير الخلل في الطرق، وكثير يمكن يكون بصفة يومية. يعني ما تحدثت عنه سيادتك هو حادث العروس، لكن هناك عشرات كل يوم يموتون، إما أن يكونوا في المواكب أو ضحية حتى هذه المواكب، يعني ناس براء كل ذنبهم أنهم كانوا يسيرون في الطريق. فإحنا عندنا قانون العقوبات بيقرر المادة 238 أنه كل من تسبب خطأ في وفاة الغير وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه أو إهماله أو عدم اتباعه للقوانين يعاقب بالحبس، وأيضا يمكنه أن تزاد هذه العقوبة إذا زادت النتيجة أو تجسمت فزاد عدد الضحايا، ممكن تصل العقوبة إلى 7 سنوات. هذا بالإضافة إلى أنه يعني أنا عايز أقول لسيادتك أنه يعني هذا هو النص، تعريض حياة المواطنين للخطر. لكن أنا عايز وأنت مفكر، وأنا يعني أقول هذا وأقرر واقع فعلا، إحنا عندنا في مصر جرائم اسمها جرائم الخطر وجرائم اسمها جرائم الضرر. جرائم الخطر أنه من الممكن أن أقود سيارتي بحالة وأنا في حالة سكر، أو أقود في عكس الاتجاه، أو أقود بحالة ينجم عنها الخطر، أو أقود بدون رخصة قيادة، أو أقود في مكان لا يجوز فيه. كل هذا تعتبر جرائم خطورة، جرائم خطر تتحقق بمجرد هذا الخطر، بغض النظر أنها أحدثت نتيجة أو لم تحدث. يعني لو أنا ماشي عكس الاتجاه ولم أحدث أي ضرر بالآخرين، لكن السير عكس الاتجاه هو ذاته جريمة. صح. إحنا هنا في مصر محتاجين ثورة تشريعية، وهذا هو أهم ما يعني أتمنى أن يصل إلى مسامع السادة المشاهدين وصناع القرار. عايزين ثورة تشريعية، لأنه مثلا خد على سبيل المثال في إيطاليا في 2016 تم تعديل قانون العقوبات الذي يسير عكس الاتجاه، العقوبة من 7 إلى 15 ولو لم تحدث نتيجة إجرامية، لأنها جريمة خطر تكاد تكون شروع في قتل، لأنه خلل عظيم جدا في التوازن الإنساني والعقل البشري أنني أسير عكس الاتجاه وأفاجأ وأنا أسير في الطريق أنه العربية بتواجهني. صح. فهذا في حد ذاته إيطاليا وصلت بالجريمة إلى أنها أوصلتها كأنها شروع في قتل. إحنا عندنا للأسف الشديد ممكن يبقى الذي يسير عكس الاتجاه ما دام لم يحدث ضررات، رجل المرور يعمل له مخالفة، وإذا تصالح يدفع غرامه وهو ماشي، وإذا كان سريا فلا يمكن أبدا أنه هيكترث بذمته المالية ولن ينتقصها 100 ولا 500 ولا 1000. وبالتالي أتحدث الآن عن المسؤولية التشريعية، أن إحنا وأنت طبعا عضو مجلس يعني عظيم جدا ومفكر كما قلت، وبالتالي ينبغي على السادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أنه يبقى على عاتقهم فكرة هذه الثورة، لأن إحنا عندنا قانون العقوبات صدر سنة 1937 تجاوز أكثر من 85 سنة، وهذا لم يكن للقداسة وللعبادة وإنما لمصالح الناس، وتخلفت نصوصه كثيرا عن مصالح الناس. لا يمكن أبدا أن يحل المشكلة بتاع جرائم الخطر أن أدفع غرامة وأمشي أو أتصالح أو وربما أكون سريا لا أكترث بهذه الغرامات المالية. ومن هنا لابد من تكسيب العقوبات على جرائم الخطر، يعني الذي يحمل أو يحرز أو يحوز سلاح ناري آلي بدون ترخيص هو لا يمثل ضرر لكنها جريمة خطر. صح. لو ضبط أحيانا العقوبة تصل إلى المؤبد، السجن المشدد المؤبد، وهو لم يطلق سلاحا ولم يطلق عيارا ولكنه جريمة خطر. الذي يلقي قنبلة ولم تنفجر جريمة خطر، ممكن يأخذ إعدام. الذي يضع النار في مكان حتى ولو لم توقد هذه النار ولم تؤثر يمكن أن يحكم عليه بالمؤبد. كل هذه الجرائم هي جرائم خطر. جرائم المرور يا سعادة الباشا هي جرائم من جرائم الخطر. آن الأوان أنه يبقى فيه التزام التشريعي بأن مثل هذه الأمور، المخالفات الصارخة في هذه المواكب وغيرها، أنه السير عكس الاتجاه، السير بحال ينجم على الخطر، الإهمال، الرعونة، عدم الاحتراز، السكر، تعاطي المخدرات، كل هذه الأمور لابد من ثورة تشريعية عندما يعاد انعقاد المجالس النيابية
من الآن لابد أن تعقف هذه اللجان على تعديل وتكسيم هذه العقوبات، لأنه ببساطة شديدة مبتغيات العقاب كما تعلم سيادتك أن يكون هناك ردع خاص لكل من تسول له نفسه إتيان هذه الجريمة، فينظر إلى ما آل إليه حاله ويزعل، وأيضا ردع عام لكل من غلبت عليهم شقواتهم ويفكرون في وطأة هذا الطريق أنهم يرتجعوا، وأيضا تحقيق العدالة للشرفاء المسالمين المحبين لغيرهم الذين لا ينتهون طريق الجريمة أن يشعروا بالعدالة، الناس الممتازين يشعروا بالعدل ويشعروا أن هذه العقوبة عقوبة متناسبة مع جسامة الجريمة التي ارتكبت. كم ذا أنا بحدثك الآن وأكيد في 50-60 حادثة من أصوات لدمياط تمت، حوادث الطرق في مصر يعني أنا هقول لسيادتك ببساطة شديدة، سيادة الرئيس عمل طرق عظيمة جدا، هل يرضي ربنا أن بعد هذه الطرق الصحراوية الرائعة التي صرفت عليها مئات المليارات يا سعادة الباشا يبقى في طريق للنقل ثم يطرق سائق النقل الطريق المعد للنقل ويسير في الطريق المعد للعربيات الملاكي؟ هو في هذه الحالة هو يعدم هذا الطريق يتلفه يؤثر فيه بعد أن صرفت مصر عليه عشرات بل مئات المليارات، ثم بعد ذلك يسد مخاطرا دائما لأصحاب العربات الملاكي. المسؤولية الثانية هنا بعد جزء التشريع هي مسؤولية الشرطة، احنا عندنا آن الأوان أيضا يبقى الكاميرات تغطي كل مصر، وبالتالي انا كرجل بوليس ممكن على موبايلي اشوف كل حاجه من خلال كاميرات واضع العقوبه المناسبه بعد ما نعدل التشريع، يبقى في عقوبات رادعه ويبقى في ضبط آني ملاحظ، وطبعا تخطيط الطرق بالكاميرات مصر والرئيس صرفت كتير جدا جدا في هذه الفتره والفتره الماضيه على هذه الطرق. كيف يسمح الان وانا بكلمك وسيادتك شوف الطرق الصحراويه حتى في الصعيد وانا بكلمك من المنيا الان، شوف الطريق الصحراوي اللي رايح الصعيد الغربي والشرقي مصر صرفت عشرات المليارات، ثم بعد ذلك الطريق الذي اعد للعربات النقل تتركه وتمشي في الطريق المعد للملاكي فتتلف الطريق، ثم بعد ذلك تسبب العديد من العشرات ربما المئات من القتلى. الجزء الثالث يا سيد الرئيس هو المتعلق بالناس، الضمير الجمعي المصري، الراي العام المنقاد او الراي العام المسطح او الراي العام المضلل او الراي العام غير الرشيد، لابد للناس ان احنا عندنا موروثات ثقافيه انه لابد ان افرح فاسبب ضرر للناس، لابد ان اكون ان امارس نوع من البلطجه، لابد ان من الخروج غير المالوف على المعتاد. في عادات وتقاليد احنا مش دور الجامع يا سعاده بقى، انا اعلم وانك اعلم بذلك من مش دور الجامع والكنيسه الكلام عن الميتافيزيقيا والغيبيات والقبر، لابد ان خطب المساجد وخطب الكنائس وكل ده يركز تماما على حسن السلوك في الشارع صح، وعلى قيم المساواه وعلى العداله وعلى فكره ان يكون هناك نوع من الاهتمام بالشان العام والهم العام ومعرفه ان المال العام ده هو مالي لابد ان احافظ عليه وان الشارع ده مطروق للجميع وليس ملك 100% سليم يا دكتور، 100% سليم يا دكتور، حقيقي 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 أصبت وما أقدرش أقول أجدت، فأنت الأستاذ الحقيقة دكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، صواب حقيقي في كل ما ورد في كلام دكتور حسن سند.